لنقاش الملف السوري. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية باسل حفار، رئيس مركز إدراك للدراسات. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. كيف تفسر تكثيف غارات النظام الجوية على معرة نعمان وخان شيخون ومختلف مناطق خفض التصعيد الأخرى في الأيام الأخيرة؟ تحية لكم سادتكم الكرام. الحقيقة هذا أمر متوقع، يعني نتيجة التقدم الذي حققه الثوار على النظام خلال الساعات الأخيرة، فأن النظام يسعى للانتقام وإيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف الحاضنة الشعبية للثوار وفي صفوف الثوار أنفسهم والمقاتلين، وبالتالي هو يقوم بشن هجمات، ضرب السوق في معركة نعمان، ضرب في خان شيخون، ضرب في مناطق أخرى، وواضح من خلال الضربات أنه يستهدف تجمعات المدنيين بالذات كرسالة، وكأنه يرسل رسالة يقول فيها أنه حتى لو خسر بعض المناطق على الأرض أو خسر المناطق على الأرض فإنه سوف ينتقم أو سوف يستمر بالانتقام من المدنيين. نعم. إلى أي مدى تظن أن تحركات النظام هذه تأتي بمعزل عن التنسيق مع الضامن الروسي والحليف أيضا للنظام؟ هو الحقيقة بالفترة الأخيرة بعد فشل أو انهيار مؤتمر أستانا الأخير، مؤتمر أستانا 12، كانت هناك تحركات فردية من مختلف الأطراف بما فيها الأتراك والروس والنظام وحتى الإيرانيين والأطراف الأخرى المتدخلة أو الفاعلة في الشأن السوري، ويبدو أنه الاجتماع الأخير في أستانا وانهياره كان مؤشر للأطراف لكل طرف يعني يتحرك وفق أجندته الخاصة، وهذا ما فعله النظام بالتنسيق إلى حد ما عسكريا مع الروس لكن ليس بالضرورة سياسيا، وأيضا في مقابله كانت هناك تحركات تركية وتحركات إيرانية أيضا. في ظل ورود أنباء عن شكوك أمريكية لاستخدام النظام للأسلحة الكيميائية، إلى أي مدى سيؤدي ذلك لتدخل أمريكي؟ طبعا يعني الولايات المتحدة بعد قرار الانسحاب والتعديل على قرار الانسحاب انحصر جهدها في شرق الفرات وانحصر تواجدها واعتمادها على الميليشيات الكردية التي هي بدورها أيضا في وضع حرج هذه الفترة بسبب إصرار الأتراك على عدم تواجد هذه الميليشيات أو استمرارها بهيئتها الحالية، بهيئتها التنظيمية الحالية، وبالتالي الولايات المتحدة سوف تبحث عن طريقة للتدخل في باقي الملفات أو المسارات السورية في المناطق الأخرى، وهو ما يعني تحاول فعله من خلال إثارة موضوع الكيماوي، ليس لأن الكيماوي لم يحصل نظام استخدم الكيماوي عدة مرات وربما استخدمه فعلا خلال الفترة القصيرة الماضية في أحد المخيمات أو استخدم الفلور، وربما يستخدمه أيضا في الأيام القادمة بحسب ما يعني يتم التهديد به أو التلويح به، لكن في النهاية الولايات المتحدة طوال الفترة الماضية لم تتخذ إجراءات فعلية ضد استخدام النظام الكيماوي سوى في مرة واحدة وجهت له ضربات محدودة جدا في مناطق تم تنبيه النظام سلفا عنها، وبالتالي لا يوجد إجراءات حقيقية تتخذها الولايات المتحدة اتجاه هذا الأمر بقدر ما هي تستخدم هذا الأمر لتحقيق مكاسب سياسية تخص أجندتها الخاصة في المنطقة. كيف تتوقع وضع مناطق خفض التصعيد في الأيام المقبلة في ظل تكثيف القصف والغارات عليها؟ هي مناطق خفض التصعيد في معظمها الآن، خصوصا المناطق إذا كنا نتكلم عن منطقة إدلب وريف حما، يعني لا يوجد حقيقة عملية لا تصعيد لا خفض تصعيد ولا وقف إطلاق نار ولا شيء من هذا القبيل. المناطق الأخرى اللي هي مناطق درع الفرات الوضع فيها أفضل قليلا، لكن هذه المناطق هي يعني تحت القصف تحت النار، معظم المناطق تعرض للقصف بشكل يومي، اهتداف واضح للمدنيين للأسواق، المستشفيات أكثر من مستشفى تم قصفها خلال الفترة الماضية، المنشآت الصحية حوالي 42 منشأة تعليمية، أيضا بنية تحتية، بعض الآبار لإفراج المياه، بعض الأشياء، بعض المخابز وغيرها من مرافق البنية التحتية تم قصفها أيضا خلال الفترة الماضية، يعني وبالتالي نحن لسنا أمام منطقة خفض التصعيد بشكل فعلي وليس أمام تطبيق فعلي لقرار خفض التصعيد أو لقرار وقف إطلاق النار، وإنما نحن أمام حرب حقيقية يعني تمارس فيها مختلف أنواع الأسلحة ويستهدف فيها كل الأطراف. شكرا جزيلا لك رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.